لنلتقي بالأستاذة نور حميد كاظم، مهندسة الحاسوب. أستاذة السلام عليكم. نور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا السلام بك. عليكم، كيف؟ شكرا حياك. جزيلا للاستضافة هذا اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا أهلا وسهلا في الجميع، يا ريت إنه تفتحوا لي الشير سكرين. تمام، فريق الدعم. أي نعم. طبعا بداية، مركز تنمية الإبداع هو مركز تأسس في سنة 2013، كان يهدف استهداف الأطفال من عمر 5 سنوات إلى عمر يعني 14 سنة، وأيضا استهداف الكوادر التدريبية. طبعا استهداف الأطفال في هذه المرحلة العمرية هي بسبب إنه قابلية الأطفال للتطوير والتعليم في هذه المرحلة. العالم بروسيود يعني وضح أنه دماغ الطفل في هذه المرحلة العمرية هي أشبه بالمطاط القابل للتعليم، فكلما زدت عليه في عدد المواد أو عدد الأفكار التي تدخل إليه سيكون هناك قابلية للتعليم. لذلك انطلق مركز تنمية الإبداع في 2013 في تجربة حديثة في العراق، وكانت تجربة فريدة من نوعها، وذلك من خلال رؤيته أنه تطوير الأطفال على أكبر قدر ممكن وتطوير قابلياتهم، وأيضا إضافة لهم أفكار جديدة إضافة إلى اكتشاف المواهب التي تكون لديهم. طبعا هذا الموضوع كان من خلال عدة برامج تدريبية كانت موجودة في داخل هذا المركز. من هذه البرامج كانت تستهدف، مثل ما نحن نعرف أنه أهم الأشياء التي تطور الدماغ هي الرياضيات، لذلك كانت لدينا برامج خاصة في الرياضيات الذكية اللي هي الآيماث، وأيضا كانت لدينا برامج خاصة بالآيماث للمنتل مات للحساب الذهني، وأيضا كانت لدينا برامج في التفكير الإبداعي التي تطور مهارات التفكير وعمليات الاستبدال. كانت أيضا نستهدف برامج الذاكرة والحفظ السريع، وهذا البرنامج يتعامل مع الذاكرة بعملية الحفظ والاسترجاع للمعلومات بشكل سريع. إضافة إلى ذلك، مثل ما نحن نعرف أنه أغلب الأطفال يحتاجون إلى اللغة، لذلك تمت إضافة اللغة الإنجليزية والعربية على منوالين. طبعا المركز حاصل على عدة شهادات، منها شهادة الجودة والاعتماد، وأيضا حاصل على شهادة إنه المؤسسة أستاذ العالمية. تكرما، حضرتك شاركتي الشاشة ولا لسه؟ أي نعم، مشاركة الشاشة الآن عندكم. حتى الآن لا تظهر، ما بعرف الإخوة المتابعين. لا نعم، تظهر الشاشة الشاشة لا عندكم؟ تظهر، الشاشة لا تظهر حتى الآن. يا ريت إنك توقفي المشاركة وتعيدي مشاركتها مرة أخرى. تمام. أنا شاركتها صراحة. ما في مشكلة، أحيانا ممكن ضعف الإنترنت ممكن يتسبب بهيك تمام، خلل. الآن مشاركة الشاشة عندكم؟ حتى الآن تحميل، يعني لا تظهر الشاشة نفسها. الملف اللي بتحمليه حضرتك باوربوينت أو بي دي إف أو باوربوينت، نعم. باوربوينت، ممكن إذا كان كبير مثلا. ممكن أغلقه طيب وأرجع تفضلي أفتح؟ يا أستاذة. نعم، لا ما في داعي، خلاص تابعي على أمل إنه يظهر إن شاء الله رب العالمين. تمام، يمكن أنه أغلق وأرجع أشارك من جديد. لا، يا ريت تبعثي لنا على فريق الدعم، ممكن فريق الدعم يحمله من طريقته. تمام إذا ترسلي لهم إياه على الخاص، الله يجزيك خير. تمام الآن أرسله. طبعا أكمل حديثي عن فقط ثواني، أنا أعتذر طبعا للانقطاع. لا عليك يا أستاذ، الله يجزيك من خير يا رب. طبعا اللي كان، لا أعرف إن كان ظهر الآن عندكم أم لا. حتى الآن لا، لم يظهر لو شيء. ترسليها على الخاص لفريق الدعم ممكن نعم فريق الدعم. أرسلته، نعم أرسلته. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك، الآن هم بيعالجوا الموضوع. بإمكانك تمام. حضرتك تتابعي حديثك، تفضلي.
طبعا أهم الإنجازات التي كانت لهذا المركز هي إنجازات المشاركات الدولية. كانت هناك مشاركات مع الأطفال في كوالالمبور، وأيضا كانت هناك مشاركات في أنطاليا. كل هذه هي عبارة عن تطوير لمهارات الطفل والخروج به إلى نطاق المواهب ورعاية القدرة والقابليات التي لديهم. طبعا أيضا كانت هناك رسالة ماجستير لأحد الطلبة خاصة في البرامج الإبداعية التي في مركز تنمية الإبداع. طبعا أيضا كانت هناك، طبعا مجالات التعليم المتواجدة في المركز هي اللي تستهدف، يعني طبعا نقصد فيها الطفل وما يستهدفه، المجال الاجتماعي، وكان هناك استهداف من خلال المرتبط بتعزيز إنشاء العلاقات الاجتماعية بين الأطفال والأفراد المحيطين بهم. وأيضا المجال الحركي هو المجال الذي يهتم بتنمية قدرة الحركة عند الطفل ومساعدته في تطبيق مجموعة من التدريبات. أما في المجال الفكري هو تعليم الأطفال كافة المعارف الأساسية التي يجب أن يكون عندهم القدرة عليها، مثل القدرة على الكتابة، القدرة على القراءة، أيضا مجال التفكير الإبداعي لينمي المواهب والهوايات الخاصة بالأطفال. أما في مجال التفكير العاطفي والمجال يهتم بدراسة طبيعة الحالة العاطفية عند الأطفال وتقييم ردود الأفعال في مختلف المواقف العامة التي تواجههم. طبعا أخذ من خلال هذه التجربة، أيضا أخذنا تجربة استراتيجيات التعليم المستمر معهم مع الأطفال، وأيضا عملنا أيضا من خلال المركز الاستثمار في جودة المعلم، كيفية أنه إحنا نطور مهارات الكوادر التعليمية، لأن إحنا نعرف أن هناك جانبين، جانب المتلقي وجانب الملقي. فعملنا أيضا جانب أنه تطوير مهارات الكوادر التعليمية المتواجدة لدينا حتى تكون قادرة على إيصال هذه المعلومات للطفل وتطويره. طبعا وايضا عملنا على جانب اللي هو محو الاميه الالكترونيه. محو الاميه الالكترونيه نقصد فيها انه هناك كثير، خصوصا فيما نمر به الان من وضع كورونا وما تسببت له لنا من انقطاع عن التعليم وايضا عن الدراسه، فعملنا على ايجاد حلول مناسبه للاطفال لاجل ان يكون هناك بدائل لهم في التعليم. حتى يكون لدينا بدائل للتعليم لابد أن يكون هناك دورات تدريبية خاصة بالكوادر التدريسية، واللي هي محو الأمية الإلكترونية كما أطلقنا عليها الحملة، أنه بحيث أنه يكون الكوادر لديهم القدرة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو أيضا مواقع التعليم الخاصة الإلكترونية الخاصة. كذلك بالنسبة للطفل، كيفية تعامله مع الأجهزة الإلكترونية وكيفية التدريس الإلكتروني كانت ضمن هذه التجارب التي أطلقت. طبعا أيضا المركز له عدة دورات مجانية خاصة بالأيتام وخاصة بالفاقدين، يعني أهلهم أو المشردين في المناطق النائية، كانت تستهدف أنه الذهاب إلى هذه المناطق وفتح تدريس خاص بهم. لا أعرف إن كان الصوت يسمع. نعم، واصل أستاذ، تفضلي. طبعا تحدثت عن فقرة انه الوصول الى الاطفال المشردين او البعيدين من خلال اطلاق دورات تعليمية لهم، وجميع هذه الدورات طبعا كانت مجانية، وايضا مشاركة المركز مع وزارة التربية العراقية في عدة جولات، ولكي يظهر عملية التعليم بالشكل الصحيح من خلال إعطاء دورات تدريبية للكوادر التدريسية، أو كانت دورات مجانية للأطفال خاصة بهم لتطوير مهاراتهم واكتسابها. تمام، ما شاء الله. أي طبعا أكيد أنه ما كان الحديث واضح جدا بسبب أن الباوربوينت لم يظهر على الشاشة إلى الآن لديكم، فأكيد أن الفكرة لم تصل بالشكل المناسب، يعني أنا أعتذر جدا أنه هي لم تكن. لا عليك أستاذنا، الله يكرمك يا رب ويجزيكم خير. إن شاء يعني الله. البث سيكون مسجل بإذن الله رب العالمين، ونستطيع أنه يعني نربط بين ما تفضلت به وبين ما نشاهده الآن على الباوربوينت. إن شاء الله، إن شاء الله. نعم، إذا كان في شكراً. عندك ملخص. نعم تفضلي. أي طبعا الملخص هو عملية الاستهداف للطفل في هذه المرحلة العمرية جدا مهمة، لأنه هذا الطفل هو قابل للتعليم ولديه الكثير من المواهب التعليمية.
لكن بسبب سوء المعاملة التعليمية الموجودة الآن، خصوصا نحن في عالمنا العربي بالخصوص، يعني طرق التعليم لدينا ليست بالصورة المناسبة للطفل، لذلك تقوم بقتل هذه المواهب شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى مرحلة عمرية هو مجرد التعليم له فقط من أجل أن يكون لديه شهادة لا أكثر من ذلك. أما أنه تظهر المواهب التعليمية التي لديه فمن خلال هذه السياقات لا تنتفي عندهم. فالملخص أنه أنا أتحدث عن موضوع قضية التعليم وطرق التعليم المبتكرة تكون لدى الأطفال، وأيضا اكتشاف مواهبهم. طبعا اكتشاف المواهب، نحن في مركزنا كانت لدينا برنامج البصمة الوراثية. هذا البرنامج يعمل على أخذ سكانرات للأصابع ويقوم بتحليل الشخصية، تحليل الشخصية إلى كيفية نمط التعليم، هل هو سمعي بصري وحسي، أم أنه هو يكون، هل هو حسب الذكاءات السبعة الموجودة كما هو متعارف عليها، هل هو اجتماعي، أم من الذكاء الأعلى لديه. طبعا ومن خلال هذا الموضوع نبدأ نستهدف عملية تطوير هذا الطفل وكيفية التعامل معه في البيئة الصفية، سواء كان في البيئة الصفية أم في البيت، بإرسال يعني طرق تعامل في البيت للأهل. جميل جدا ما شاء الله. أنا طبعا هذا كل ما لدي كان حول مركز تنمية الإبداع والتجربة التي خضناها. حقيقة أنه كثير، هناك الكثير من الأشياء التي واجهتنا والصعوبات، كانت أولها توفير بيئة صفية مناسبة للأطفال، وأيضا هناك اختيار الكوادر التدريسية. يعني مثل ما تعرف أنه الآن نحن في أزمة لوجود ناس متخصصين بالتعامل مع الطفل واستهداف نفسيته واستهداف واستخراج مواهبه. يعني هذا الموضوع جدا صعب، لأنه وجود الآن الخريجين ليست بالشكل المناسب للتعليم بالنسبة إلينا. نعم وأما العوائق الأخرى التي كانت لدينا، فأكيد إحنا ضمن التعليم الإلكتروني شيء طبيعي أنه موضوع الإنترنت وجودته في العراق حال حال الدول العربية، لم تكن لدينا جودة في الإنترنت والتعامل معه. إضافة إلى قضية أنه بالنسبة للتعليم الحكومي كانت لدينا مشكلة أخرى في التعليم الإلكتروني، عدم توفر بعض الأطفال لديهم الأجهزة اللوحية. فهذه عوائق يعني بالنسبة للتعليم المتواجد الآن داخل العراق. طيب شكرا جزيلا لكم طبعا ولاستضافتكم، واعتذر مرة أخرى لانقطاع الصوت في المرة الأولى. شكرا شكرا استاذتنا. تكرما يعني بدنا نسالك الله يكرمك، يعني تجربه جدا مميزه وقويه، وصدقا اللي شفناه تقوم به يعني شركات باكملها، واللي قمتم فيه انتم فعليا شيء ابداعي ورائع. السؤال اللي بدنا نساله، كون حضراتكم بتقدموا كل هاي الامور ومعظمها بالمجان، من يتحمل هذا العبء عنكم؟ يعني هل في عندكم مثلا موارد ماليه تشتغلوا عليها، ولا كيف بتصير الامور من خلالكم؟ أي طبعا أكيد لدينا موارد مالية. نحن من خلال المركز فتحنا مدارس خاصة فينا اللي هي مدارس تنمية الإبداع، وهذه المدارس هي تكون داعمة للمركز ماليا، فأكيد يعني يكون هناك دعم مالي، لأن كما تعرف أنه مثل إطلاق مثل هكذا حملات يكون من الصعب من دون وجود موارد مالية، فتحتاج إلى ما هو يدعمها ماليا، خصوصا أنه لدينا كثير مشاركات دولية، وهذه المشاركات وأظهار الطلبة يعني سفراتهم للخارج مشاركاتهم الدولية كلها تحتاج مبالغ مالية، فأكيد هناك داعم. الداعم هي مدارس تنمية الإبداع الخاصة الأهلية. تمام ما شاء الله. طيب أستاذتنا، هل ممكن أن يكون في هناك تعميم مثلا لهذه التجربة، شراكات دولية مثلا، شراكات عربية؟ أي نعم أكيد، يعني أكيد يعني نحن عاملون على ذلك، عاملون أنه نشارك هذه التجربة على المستوى الوطن العربي، يعني لا أكثر صراحة يعني لدينا بالوقت الحالي. وعلى مستوى العراق نحن داعمين من خلال مشاركاتنا مع وزارة التربية العراقية، أنه احنا نقدم بين فترة وفترة تكون أكو جولات تعليمية، دورات تدريبية، مفتوح الأبواب. ولكن على مستوى العالم بالوقت الحالي لا يوجد أي شيء. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذتنا شكرا الفاضلة. جزيلا. إذا كان لديك يعني المزيد مما تريدين قوله، فنترك لك الكلمة. شكرا شكرا جزيلا للحضور، وأتمنى يكونون يعني استفادوا من هذه التجربة،
وانه دائما الطفل صراحه هو المستقبل. انا عندي هاي النظريه تقول ان الطفل هو المستقبل المنقذ لهذا الوطن العربي يعني، فلا بد من يكون هناك طرق حديثه يعني لتعليمه وايضا استهدافه، لان هو هذا الثروه البشريه، وليست هناك وجود للثروه النفطيه كما معبر. الثروه البشريه هي فعلا يعني التي يجب ان نستهدفها بالايام المقبله. شكرا جزيلا لكم على هذا المؤتمر الرائع. بارك الله فيكم، ونحن بدورنا نشكرك جزيل الشكر، ونشكر توضيحك لهذه التجربة، ونشكر أيضا إدارة المركز المميزة، تجربة شكرا مركز جزيلا. تنمية الإبداع الدولي في العراق.